فك الضغط على الملف، ثم نقوم بتصدير من تسكيتر. نضغط على next، ثم نضغط هنا ثم next. لانتكسيون نختار نوع الإصدار. أنا عندي إصدار ماكس 2015، عفوا 14. تتم عملية التسليم. بعد الانتهاء نضغط على فينش. بعد ظهور هذه النافذة نذهب إلى هنا ونختار ملتي سكيتر فور تروديوس ماكس، ثم بعد ظهور هذه النافذة نذهب إلى نتورك، ثم نأخذ هذا الأرقام ثم نعمل سيف. ثم نذهب إلى خانة لوكال، ثم نعمل نضغط هنا. إلى حد الآن تم التصدير من التسكيتر، ما عليك إلا تعمل ريستارت للجهاز ثم ماونت. بعد إعادة تشغيل الجهاز نقوم بفتح الماكس لتجربة التسكيتر. نلاحظ أن التسكيتر شغال 100%. الآن نعمل تجربة.
التسكيت شغال بطريقة صحيحة.